قبل ما نروح طبعا نشوف الصحافة العالمية قالت ايه. كمان عندي لحضراتكم بعض الاخبار، يعني نادي اتلتيكو مدريد النهاردة بيعلن خلاص شراء الفرنسي جرينزمان من برشلونة بشكل رسمي. يمكن كتب اتلتيكو مدريد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: يسعدنا اعلان ان انطوان جرينزمان وقع عقدا معنا حتى عام 2026. حضراتكم عارفين ان جريزمان كان بيلعب طبعا مع اتلتيكو مدريد على سبيل الاعاره من برشلونه مع امكانيه الشراء مقابل 40 مليون يورو، واللي تحول الى الزاميه وفقا لبعض الشروط المحدده. لكن الناديين مؤخرا يعني اتفقوا على بعض الشروط الجديده للصفقه، ويمكن خوان لابورتا رئيس برشلونه قال ان هو برشلونه تحصل على مبلغ ثابت 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات. المتغيرات دي ممكن تصل ل 4 مليون يورو. كمان برشلونة هيحصل على فرق السعر مستقبلا إذا نجح طبعا أتلتيكو في بيع جرينزمان يعني مقابل 40 مليون يورو. لابورتا كمان أضاف إن إذا عاد جرينزمان إلى برشلونة كان علينا إن احنا ندفع راتبه البالغ 36 مليون يورو. كان الأمر صعب جدا بالنسبة لبرشلونة، وكان الأمر سيتحول إلى دراما. يعني زي ما بقول لحضراتكم جرينزمان طبعا عقده كان كبير جدا جدا، وبرشلونة عنده لغاية دلوقتي بعض الأزمات المالية، ولكن رسميا خلاص لغاية 2026 جرينزمان موجود في أتلتيكو مدريد. من مدريد نروح لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو نجم المان يونايتد بيوصل للهدف رقم 700 على مستوى الأندية. حضراتكم عارفين ان رونالدو احرز هدفه رقم 700 خلال المباراة اللي كانت ما بين المان يونايتد وايفرتون، وفاز فيها اليونايتد 2-1. وطبعا يعني ده كان من ضمن لقاءات الجولة العاشرة من البريمير ليج. رونالدو نشر على حسابه مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة طبعا مجمعة له طبعا يعني تيشيرتات المان يونايتد وسبورتنج لشبونة واليوفنتوس وريال مدريد، وكتب عليها 700 هدف مع الأندية. يا له من رقم جميل حققناه معا. كمان أشار خلال التويتة ديت بيقول إنه شكرا للجميع، زملائي والمدربين والأندية والعائلة والأصدقاء وبالطبع جماهير الجماهير، وقال سنستمر متحدين. طبعا رقم كبير جدا جدا. حضراتكم عارفين يمكن كان في بعض المشاكل بالنسبة لكريستيانو رونالدو مع بداية الموسم، بيقعد على الدكة بشكل يعني متكرر، ولكن يبقى يعني كريستيانو رونالدو بيعمل رقم صعب جدا على أي يعني لاعب يحققه. ولو كنا بنتكلم على هالاند، هالاند لسه عنده 22 سنة، عنده مستقبل طويل جدا جدا، ماكينة أهداف وزي ما حضراتكم عارفين وشايفين في البريمير ليج. لكن رقم 700 هدف خلال مسيرة ده فقط مع الأندية، ده رقم يعني رقم صعب جدا تحقيقه في الفترات اللي جايه. ولكن حضراتكم شايفين الكره دايما بتفاجئنا، وطبعا زي ما بقول لحضراتكم هالاند المفاجاه مش على مستوى انجلترا بس، على مستوى العالم، كل العالم بيتكلم على هالاند. طبعا في تحرك مسؤول برشلونه كمان بشكل جاد للتعاقد مع جورجينيو، طبعا لاعب وسط تشيلسي خلال الصيف اللي جاي. عقد جورجينيو هينتهي مع تشيلسي في الصيف اللي جاي. لغاية دلوقتي مفيش تواصل أو اتفاق بشأن التجديد مع إدارة تشيلسي لغاية دلوقتي. ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة عايز يخلص صفقة جورجينيو، وبيدي الأولوية دايما للعيب اللي ممكن التعاقد معاهم مجانا. زي ما بقول لحضراتكم في شوية وضع اقتصادي في البارسا، فدايما عايزين اللعيب. لعيب كبير ولكن عقده انتهى. جورجينيو عقده بينتهي الصيف اللي جاي، وكشف التقرير ان وكيل جورجينيو فعلا تواجد مؤخرا في برشلونه، اجتمع مع مسؤولي طبعا برشلونه بيناقشوا الصفقه المحتمله في صيف 23. طبعا عقد كمان بوسكيتس مع برشلونه بينتهي الموسم الجاي دوت او الموسم الحالي، وممكن جدا يكون جورجينيو هو البديل الأنسب لبرشلونة زي ما بقول لحضراتكم على المستوى الفني وكمان على المستوى المالي، بيه طبعا أزمة مالية اللي بيمر بيها برشلونة. لسه أخبارنا كتيرة جدا في المحترف وملفاتنا كتيرة جدا، لكن جه الوقت إن احنا نشوف مع حضراتكم الصحافة العالمية قالت إيه في المحترف.
يلا نبدأ بالجارديان، نبدأ جولتنا بإنجلترا اللي ركزت على قمة الأرسنال ضد ليفربول وفوز الجانرز 3-2، وعنونت هذه الصحيفة إصابات جديدة تضاف لويلات ومتاعب يورجن كلوب. يورجن كلوب يغادر لندن بالحسرة على 3 أشياء: انتهاء أمال المنافسة على اللقب وإصابة دياز وترينت. الصحيفة كمان كتبت يعني ليفربول في المركز العاشر بفوزين فقط وليس أمامه سوى المربع الذهبي، والاتحاد الإنجليزي كمان بيفتح تحقيق بسبب اشتباكات لفظية ما بين اللاعبين. نروح لإيطاليا، لاكازيتا دي السبورت الإيطالية ركزت على الميلان ودور المدرب بيولي في نتائج الفريق، وكتبت الرقم 10 هو بيولي. صحيفة كمان اهتمت بفوز نابولي على كريمينزي 4-1 وانفراده بصدارة الدوري الإيطالي، وكتبت نابولي هرب. اهتمت كمان باليوفنتوس ومدربه طبعا أليجري، وكتبت قضية أليجري. نسيب إيطاليا ونطير على فرنسا، لكيب الفرنسية اللي ركزت على تعيين طبعا رولاند بلان طبعا مدرب جديد لفريق ليون الفرنسي، اهتمت كمان بفوز لوريان على بريست 2-1 وليل على لانس 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت لوريان وصيف وليل يوقف لانس. نسيب فرنسا ونطلع على اسبانيا، الماركة الاسبانية اللي اهتمت طبعا بفوز برشلونة على سيلتا فيجو 1-0 واستعادت صدارة الدوري الاسباني، وكتبت برشلونة يستعيد الصدارة بهدف من بدري. اهتمت كمان بوقوع اسبانيا بجانب النرويج في تصفيات امم اوروبا 2024، وكتبت اسبانيا ترى هالاند. لسه في اسبانيا مع جريده سبورت، جريده سبورت ركزت على الجمعيه العموميه لنادي برشلونه وكتبت الاعضاء يوافقون على الرافعات الاقتصاديه والميزانيه. دي كانت أخبارنا في الصحافة العالمية وعناوين الصحف العالمية.